السلام عليكم الخوت المتابعين ديال قناة مونضاضر تي في. البارح كنا شفنا صراحة الفوز ديال تشيلسي باللقب، وصراحة اللي ثار انتباهنا هو أن زياش هز الكاس وبين واحد الإشارة غير مباشرة للأغلبية. المهم بقاو معنا باش نقول لكم الإشارة وشنو الميساج اللي وصل من داك الشيء. تحية خاصة أصحاب كرواسة، تحية عامة أصحاب إدارة الشفوز، بيس أند لوف. بون الخوت المتبعين ديال قناة مونضاضر تي في، ما تنساوش واحد لايك، ابوني القناه باش ديما ان شاء الله يكون الجديد. بيس اند لاف الخوت اللي كيتبعوني، وهذه هي الحقيقه اللي غادا تكون. المهم باش ندخلو في الموضوع مباشره، زياش كان دار واحد الاشاره منين ربحوا تشيلسي اللقب وهز الكاس، هي اشاره كتدل بانه عايشين في واحد العمق ديال كرة القدم وانهم ديما كيضربوا الالقاب، وهذا ميساج غير مباشر للطاقم وبالنسبة للمدرب اللي صراحة اللي ما استضافوش. وفي نفس الوقت بحال اللي قلتي زياش كيبغي بانه عنده ديك الطاقة وديك القوة باش انه يجيب الالقاب، فهمتيني؟ حيت أغلبية الناس اللي كيتناقشوا على زياش وكيقول لك لا زياش راه ما صدقش، لا خصو يدير هاد البلانات، لا دوا على هادي. باش نكونوا واقعيين، الهضرة اللي كتقال هي اللي كاينة دابا. زياش الخطأ اللي وقع معاه هو أنه في اللعب ديالو بعض المرات كيكون أناني. إلا لاحظتوا واحد الفيديو راه كان تلاح مؤخرا في السوشيال ميديا كيبغي يفرض السيطرة ديالو على اللاعبين، يعني في أجواء تدريبية. زياش يعني واخا عنده ديك الغطراسة، واخا أنه هو كيكون مثلا اناني في الشخصيه ديالو، والا انه في داخل التيران كيلعب بواحد الطريقه اللي صراحه كتبين العمق ديال اللاعب ديالو، انه صراحه من اللاعبين الفنانه ومن اللاعبين الكبار، ولكن تاديبيا واخلاقيا يعني المهم كاين تماك واحد التغلغيله باش نكونوا واضحين. يعني الا لاحظتوا هو كيكون اناني، راه عادي بانه لاعب كبير او نجم كبير كيكون عنده واحد الانانيه، ولكن الغلط هو انه ما تفاهمش مع المدرب، وفي نفس الوقت وقع انه في المشادات الكلاميه اللي خلاته اصلا ما بغاش يصادفو او يعيط ليه في المناسبات الافريقيه. وصراحه اللقب اللي ضرب زياش البارح كيعتمد بانهم فريق عندهم تناسق اللاعب بيناتهم، وكيقول لك انه هو بحال بغى يبين بانه هو محتاج كاع الالقاب مع الفريق الوطني، وفي نفس الوقت هو راه كيدي الالقاب مع الفريق ديالو. ولكن حنا بغينا نعرفوا علاش زياش مؤخرا خرج بديك التصريح بخصوص من كانوا من لعبوا الدومي فينال. هنا كيبين بانه هو متاثر، يعني متاثر بالنفسيه ديالو، وهو راه باغي يلعب مع المنتخب. اي لاحظتوا في التدريبات راه كيدوي بالمغربيه بالدارجه ديالنا، يعني زياش راه كيدوي بالدارجه ديالنا، راه ماشي هو خارج على الوطنيه ديالو او خارج مثلا على انه مغربي، بالعكس راه هو مغربي، ولكن ديك الشخصيه ديالو القاصحه كتخلي يعني المدرب كيقول هذا راه ما كيبغيش يدير داك الشيء اللي كنقول ليه انا نديرو، فهمتيني؟ هو كيدير كيبغي يدير داك الشيء اللي كيقول ليه راسو، ولكن صراحه هو في النفسيه ديالو راه لاعب ممتاز، الا وانه ما تفهمش هو لحد الان بحال قلتي طاقم ديال المنتخب ما فهموش الفكره ديالو. لو انهم كون غير كان داك التفاهم بيناتنا راه حنا كان نعيطوا ليه في المناسبات وهادي، وكنا غادي نوصلوا معاه بزاف د الحوايج. ولكن صراحه شنقول لكم الخوت، زياش كيبقى نجم كبير، باش نكونوا متواضعين باش نكونوا ندوا في الموضوع، حاولوا اننا ما نهضروش في شي حاجه لا مبالاه. زياش كيبقى نجم كبير، وزياش كتبقى البوست ديالو من البوستات اللي صعاب، وكيماركي يعني لاعب كبير كزياش خاصنا كاع نعيطوا عليه ويلعب مع فريق المنتخب ديالنا، وخاص ولو انه قال ديك القاره خاصو يعتذر، يعني اعتذر مناسبه علينا، حنا عارفين لاعب كبير كي خاصو يعتذر بديك القرار اللي كان كاع، باش نكون واضح انا وياكم. واغلبيه الناس كيقول لك حنا راه ما كنقولوا ما كنوصلوش داك الشيء اللي خاصو توصل، كنقول لك الطريقه اللي خاصها تكون راه تحليليا النفسيه ديال اللاعب، راه اي لاعب ملي كيوصل ديك المرحله وكيكون عليه الضغوطات ولعب مع فرقه كبيره في العالم وكتحصد كاع الالقاب وانت ما تعيطش ليه، راه كتكون النفسيه ديالهم منهار، راه محطمه صاحبي. تتخيل معايا انت كتلعب المنتخب ديالك ما معيطش كون انت عارفك انت لاعب مع احسن فريق في العالم، وحلل المنطقه صاحبي، وهنا خاص تكون بنادم يخدم الذكاء ديالو. المهم تحيه للعشران هادوك اللي كينتقدوا، ونبقى خويا تنتقد، راه غتبقى اللور، حنا راه غنبقى غاديين زايدين لقدام وتبقى اللور.